أروت فؤاد الباحثين، أسقت وأحيت كل من تاه وحار. فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار. سعيدة للحل نغلب همنا، مساعد لفانا لو جاء استشار. أيامنا أحلامنا طفت بها، وتحقق المقصود من بعد الحوار. هيا بنا مدت يدانا نحوكم، فدوائر الأسبوع تؤتينا مسار. أهلا ومرحبا بكم في دوائر صحية مع الأستاذ علي الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من برنامجكم دوائر صحية. في هذه الحلقة نتمنى أن نقدم لكم المزيد من الجديد والمفيد، ابقوا معنا لمتابعة هذه الحلقة. أسقط وأحيت كل من تاه وحار. فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار. سعيدة للحل نغلق همنا، مساعد لفانا لو جاء استشار. أيامنا أحلامنا طفت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في دائرة الأخبار الطبية. نبدأها بالعناوين التالية: دهون البطن تنذر بعواقب صحية وخيمة. القراءة الكثيرة على الأجهزة الإلكترونية تسبب اضطرابات في النوم. ممارسة الرياضة لثلاث ساعات في الأسبوع تقلل من آلام التهاب المفاصل. ومن العناوين إلى الأخبار بالتفصيل. من برلين، قالت الجمعية الألمانية لعلاج السكري أن دهون البطن تنذر بعواقب صحية وخيمة يتقدمها مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وما يرتبط بهما من أمراض خطيرة تهدد الحياة مثل الأزمات القلبية والسكتات الدماغية. وأضافت الجمعية أنه إذا زاد محيط الخصر عن 102 سنتيمتر لدى الرجال وعن 88 لدى النساء فإن هذا يعني وصول دهون البطن إلى مدى يدق ناقوس الخطر. حذرت الجمعية الألمانية لعلاج السكري من خطورة دهون البطن، وأوضحت أنه يمكن قياس محيط الخصر من خلال وضع شريط القياس في المنتصف بين الضلوع وعظام الحوض، ثم لف الشريط حول البطن، ثم إخراج الزفير وتدوين المقاس. وذكرت الجمعية الألمانية أن إنقاص 5 كيلوغرامات من الوزن يحد وفقا لدراسات طبية حديثة من خطر الإصابة بالسكري بنسبة 58%، ومن ثم يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تقدر ب30%، وبهدف تخفيض الوزن. ينبغي المواظبة على ممارسة الرياضة ودمج المزيد من الأنشطة الحركية في الحياة اليومية مع اتباع نظام غذائي صحي متوازن قليل السعرات الحرارية. من واشنطن، حذر باحثون من أن كثرة القراءة على الأجهزة الإلكترونية لعدة ساعات يمكن أن تؤخر عملية إفراز هرمون النمو وتسبب حدوث اضطرابات في النوم وتؤثر على ساعتنا البيولوجية. ويتوقع الباحثون أن كمية الضوء الأزرق الكبيرة في تلك الأجهزة تؤثر في كمية وموعد إنتاج هرمون الميلاتونين الذي ينظم بدوره النوم. في دراسة علمية نشرتها مجلة بروسيدينجز التي تصدرها الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم، حذر باحثون في كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية من أن كثرة القراءة على الأجهزة الإلكترونية التي تشع ضوءا قبل وقت النوم يمكن أن تؤثر على دورة النوم واليقظة لدى الإنسان. فعند القراءة لمدة 4 ساعات يتأخر وضع السكون والراحة في الساعة الداخلية للإنسان. وقال الباحثون إن كمية الضوء الأزرق الكبيرة في تلك الأجهزة تخفض من كمية إنتاج هرمون الميلاتونين الذي ينظم النوم،
وأن انخفاض إنتاج الميلاتونين ينطوي على زيادة مخاطر الإصابة بسرطان القولون وسرطان الثدي والبروستات. ومن لندن توصلت دراسة طبية حديثة لباحثين بريطانيين إلى أن ممارسة مرضى التهاب المفاصل الرياضة لمدة 3 ساعات أسبوعيا يساعد في التغلب على الآلام المزمنة الناجمة عن التهاب المفاصل. وكشف الباحثون أن النشاط البدني قد أثبت فاعليته في تخفيف الأعراض والحد من مستويات الألم. كشفت دراسة طبية حديثة أجريت في بريطانيا أن ممارسة مرضى التهاب المفاصل تمارين رياضية معينة لمدة 3 ساعات أسبوعيا قد أثبتت فاعليتها في تخفيف الأعراض والحد من مستويات الألم. وقد شهد المرضى تحسنا كبيرا في مستوى الألم بعد 3 أشهر من الانتظام في ممارسة التمارين. وبهذا الخبر تنتهي فقرة الأخبار الطبية، ابقوا معنا في فقرة طبية أخرى. كل من تاه وحار فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار. سعيدة للحل نغلب همنا سعيد لفانا لو جاء استشار أحلامنا طفت بها. سرطان الثدي من أكثر الأمراض انتشارا على مستوى العالم، ولدينا في الدول العربية هناك معدلات انتشار قد تكون مخيفة، ولذلك منظمة الصحة العالمية جعلت للأمراض الصحية يوم واحد في السنة للتوعية، إلا أن سرطان الثدي حظي بشهر كامل للتوعية عنه وهو شهر أكتوبر، من 1 أكتوبر إلى 30 أكتوبر للتوعية بمرض سرطان الثدي. تحت هذا العنوان أستضيف الدكتور خالد الهاجري استشاري جراحة أورام الثدي وجراحة الغدة الدرقية والجراحة العامة. حياك الله دكتور خالد. الله يسلمك دكتور علي، وسعيد بالتواصل معكم ومشاركتكم بحلقة هذه إن شاء الله، وإن شاء الله تكون تعمل الفائدة إن شاء الله يا رب. بإذن الله دكتور. يحفظك ربي دكتور، موضوع سرطان الثدي عندنا يمكن يعني في السنوات الأخيرة كان في نوع من الوعي، في نوع من يعني طرقوا على الآذان، أصبح في الناس تهتم بشكل كبير، لعلك تشير ليش هذا الاهتمام، من أين نبع هذا الاهتمام؟ هل هي من زيادة التوعية أو وجود المرض بشكل كبير؟ لعل عدة عوامل تلعب دور كبير في هذا الاهتمام. بالنسبة لسرطان الثدي والآن الأخبار أو المعلومات تطلع كل يوم من بسبب نسبة الإصابة بسرطان الثدي، الشيء خلف هذه النتائج هو التوعية، زيادة التوعية بالنسبة للنساء. الجيل القادم أو الجيل الحالي جيل متعلمات على الأغلب منهم، أدى إلى عملية الفحص المبكر، وجود الفحص المبكر بالنسبة للنساء، الفحص الذاتي بالنسبة للنساء أدى لتشخيص وزيادة نسبة لعدد الحالات المكتشفة بالنسبة لأورام الثدي. طيب دكتور، ما أدري النسب للحالات اللي موجودة الآن أو إحصائيات عالمية بالنسبة لسرطان الثدي؟ بالنسبة للعام 2014 يمكن إحنا نتكلم عن الأحدث، لأنه الأولى عام 2014 بالنسبة للإصابة، معدل الإصابة بسرطان الثدي في الولايات المتحدة وكندا تقريبا 232 ألف وزيادة. بالنسبة عندنا إشكالية طبعا في السعودية، عملية الريجستري أو التسجيل عملية معدل الإصابات، لكن من لو ننظر من عام 2000 إلى عام 2008 تقريبا معدل الإصابات تقريبا 6922، عام 2010 1308. طبعا المنطقة الشرقية دائما تبقى هي الأعلى معدل الإصابات في سرطان الثدي. جميل دكتور، الإصابة بسرطان الثدي يعني يمكن جانب التوعية اللي يأخذه هذا الجانب قد يلعب دور التشخيص المبكر، الكشف المبكر عن مثل هذا السرطان في عملية والله الشفاء من السرطان. وهذا هو أهم شيء بالنسبة لنا، دائما نصر عليه دائما وننبه عليه، عملية وضع شهر كامل للتوعية بسرطان الثدي، لأنه عملية الفحص المبكر لأورام الثدي اللي هو الفحص يعني بعد
35 إلى 40 في بعض النظم، 40 بعد 40 سنة تبدأ المرأة عملية فحص الذات، الفحص المبكر لأورام الثديين، عملية أشعة الماموغرام. هذا أدى إلى التقليل، تقليل الوفيات، تقريبا كل شيء بيد الله، لكن تقريبا أدى إلى تقليل الوفيات بنسبة 20%. نتيجة أنه ممكن يكتشف المرض في مراحل متقدمة، في مراحل مبكرة، اعتذر، في مراحل مبكرة يتم السيطرة عليه وعلاجه في المراحل هذه، ويتم شفاء المرأة منه نهائيا. جميل جميل جميل. هذا يعني يمكن يلعب دور كبير، لأنه الجانب التوعوي في هذا المجال يساهم في الحل، في العلاج بشكل كبير. يعني خلينا نتكلم دكتور عن جانب التقييم الشخصي. يعني الآن المرأة في المنزل، إيش بعض المظاهر أو بعض الاختلافات أو بعض التغيرات التي قد تطرأ عليها تجعلها تكون يعني والله تعطي مؤشر أنها تذهب للتفحص؟ قبل ما نأتي على الأعراض، أنا أتمنى دائما أن المرأة تركز على موضوع الفحص الذاتي. جميل. اللي هو الفحص الشهري. جميل. لنفسها بدون ذهاب للطبيب. احنا نتكلم عن فحص التشخيص المبكر اللي هو عملية الذهاب للطبيب كل سنة تقريبا، عملية إشعة الماموغرام أو مع الألتراساوند أو الأشعة الصوتية. الفحص الذاتي هو طبعا يكون خامس يوم بعد الدورة الشهرية. المرأة تفحص ثديها، تقسم ثديها إلى 4 مربعات زائد ما تحت الحلمة زائد فحص الإبط بأطراف أصابعها، تفحص زي كذا أوكي، خصوصا لما تكون تحت الشاور لأنه يكون العضلات مرتخية دائما. بالفحص هذا هي تقدر تكتشف أي شيء من أعراض الثدي اللي ممكن تصير، واللي هو الأغلب يصير الآن اللي هو عملية الإحساس بالورمة أو عملية إحساس بكتلة في الثدي. هذه أهم الأعراض اللي دائما المرأة تحس فيها، وخصوصا بعض النساء يجي يقول أنا جتني ضربة على الثدي وحسيتها، أكيد هذه الكتلة من الثدي. لا، هي لما أصيبت بالضربة هذه مثلا من ولدها أو طاحت أو شيء وحطت يدها لقيت الورمة هذه. لو كانت المرأة متعودة واعية أن تفحص ذاتيا كل شهر حتحس بالورمة هذه. الأعراض الثانية اللي ممكن تحس فيها المرأة اللي هو عملية خروج دم من بعض القنوات الحليب من الحلمة، تغير في عملية شكل الجلد حول منطقة، طبعا هذه أعراض متأخرة للأسف، لتغير الجلد يصير زي بالضبط أنا أسميه منقط زي البرتقالة بالضبط. جميل. زي شكل البرتقالة. جميل. في المسام يعني زي المسام. عملية شد الحلمة. جميل. المرأة بعض الفترات تلاحظ هي من نفسها إنه الحلمة صارت، الحلمة اليمين غير الحلمة اليسار، صارت اليمين مثلا مشدودة أو منكمشة أو متغير شكلها نتيجة عملية إنه اختراق الورم الأنسجة اللي فيها جوا الثدي، داخل الثدي صارت مشدودة. هذه ممكن، أو وجود عقد لمفاوية في الإبط. طبعا هذه مراحل متأخرة للأسف، نتمنى أن كل مرأة توصل لهذه المرحلة هذه عشان تحس بعقد لمفاوية اللي موجودة في الإبط. طيب دكتور، تنصح إلى نشرات معينة في الإنترنت، يعني بعض يعني آلية الاختبار للتقييم يعني الثدي في الانترنت، حركة اليد كيف حتى تعمل تقييم يعني نوعا ما يكون فعال؟ دائما يعني أنا مجرد ما تدخل المرأة على اليوتيوب أو مجرد ما تدخل على جوجل وتكتب عملية الفحص الذاتي وتضغط صور هتطلع لها كيف عملية الفحص الذاتي، أو باليوتيوب، لأنه الآن التوعية بسرطان الثدي في كل مستشفى. أنا أتكلم عن المستشفيات، نحن في المملكة لما تدخل في جانب التوعية والإديكيشن موجود في المستشفيات هتلاقي المنشورات موجودة. لكن على اليوتيوب نفسه برضو في جمعيات خيرية، احنا حتى في السعودية عندنا الحمد لله قائمة بدورها. طبعا يعني لم تق يعني دائما ما هو الدور اللي كامل زي ما نشوفه في الغرب أو شفناه في الغرب وقت ما كنا نتخصص هو شيء، يعني عملية إنشاء الأكتيفيتيز والنشاطات على النشاط الوطنية. جميل. عملية ماراثون، يعني تخيل أنك ترى كل المدينة كاملة لونها وردي، المدينة كاملة لونها وردي. ايه. اللي هو الشعار حق الشعار اللي هو شعار توعية بسرطان الثدي، هذا العقدة هذه. ايه. وردية.
انه المدينه كامله وماراثون كل الناس لابسه احمر وردي سوري كل الناس لابسه وردي الدوريات والبلديه كلها لهدف واحد. جميل. هذه الاشياء اللي احنا دائما نبحث عنها يعني. طيب دكتور اسباب يعني زياده خطوره سرطان الثدي اللي هي الريسك فاكتور في هذا الجانب؟ في اسباب ممكن تزيد معدل الاصابه بسرطان الثدي، في اسباب ثابته. جميل. يعني وجودها ينتهي بسرطان الثدي لا قدر الله ما لم تتم عمليه الاستئصال الوقائي للثدي. جميل. للثدي اللي هي وجود عمليه الجين، يكون في جين احنا نسميه بي ار سي اي او براكا 1 و2، هذه عملية نسبة الإصابة بسرطان الثدي تقريبا أكثر من 50% مع سرطان المبايض. عشان كده دائما نقول الإجراء الوقائي، عملية استئصال الثدي الوقائي. في أسباب ثانية المهم اللي تهمنا إحنا دائما إنه هذيك دائما نسبها قليل جدا. الأسباب اللي تهمنا دائما اللي هي عملية إنه يكون أحد في العائلة أمها خالاتها جدتها عندهم إصابة، ممكن تزيد نسبة إصابة المرأة بهذا الشيء. عملية التأخير او عدم الزواج. جميل. سوري عدم الحمل. جميل. عدم الحمل، العمل انه يكون عدم الحمل عدم يكون ما تكون ما تكونت خلايا الثدي، ما احنا بنسميها احنا ماتوريشن. جميل. يعني ما تكون ما شيء الثالث اللي هو طول فتره الانجاب، يعني تلاقي المراه تنتهي الدوره الشهريه على عمر مبكر جدا وتنتهي على عمر متاخر. في الفتره هذه عمليه التعرض لهرمون الاستروجين يزيد من معدل الإصابة بسرطان الثدي. جميل. هذه من الأشياء اللي إحنا دائما نقولها الأساسيات اللي ممكن تصيب المرأة أو تزيد، وليس تصيب، تزيد معدل الخطورة. إيه؟ فدائما المرأة تكون دائما حذرة ودائما تفحص نفسها وتعتني بنفسها أكثر من غيرها يعني. جميل جميل. بعد هذه النقطة أستاذك دكتور نطلع فاصل ونعود إليكم مرة أخرى. كل من تاه وحار فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار بشعر إله الحمل نغلب همنا تغريدات. التدخين يتسبب في 60% من حالات سرطانات المثانة ويرفع نسبة احتمالية الإصابة إلى 6 أضعاف. الدكتور عبد الله الفاخري. أسقط وأحيث كل من تاه وحار فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار الحمل. بعد هذا الفاصل نعود لكم الحوار مع الدكتور خالد. دكتور خالد، يمكن بعض الناس أو النساء خاصة يقلقون كثير من استخدام بعض المواد اللي فيها أشياء كيميائية مثل مزيل العرق ويعتقدون ارتباطها ارتباط مباشر بسرطان الثدي. أعتقد أن هذه المقولة غلط، يعني ليس لها وجود. يعني دائما تكون المرأة يعني استخدمت مزيل العرق في بعض الأحيان وفي خلال الفترة هذه تم اكتشاف الورم في تعزو هذا الشيء لاستخدام هذا المعزل، لكن لا يوجد أي شيء نهائيا له علاقة بالموضوع هذا. طيب الآن نحن نتكلم عن سرطان الثدي عند النساء، يعني نقول سرطان الثدي عند الرجال موجود أو غير موجود؟ موجود. وبنسبة 1% فقط. 1% بنسبة الإصابة بسرطان الثدي عموما. نسبة إصابة الرجال 1% يعني نسبة لا تكون موجودة أساسا يعني. جميل. طيب دكتور، الإجراءات الإنسان العادي الآن امرأة حست إن عندها إشكالية معينة، إيش الاختبارات اللي هي ممكن تعملها حتى تتأكد إن والله عندها سرطان ثدي أو لا؟ وقت الفحص أو وقت مثلا المرأة اكتشاف المرأة نفسها إنه وجود في كتلة أو اتجاه طب الأسرة والمجتمع عيادة صحة المرأة. دائما أنا أركز على موضوع عيادة صحة طب الأسرة والمجتمع. طب الأسرة والمجتمع. إيه، لأنه في بعض الناس يقول لا لازم أشوف جراح. ممكن اوكي انا ممكن صعب انك تدخل الجراح في البدايه، لكن طبيب الاسره والمجتمع ممكن توصل له على طول، هو ممكن يوصلك طبيب الجراحه او ممكن يعمل الفحوصات الاساسيه قبل ما توصل الجراح. لكن ناخذ انه المراه تم اصابتها او تم اكتشاف الورمه عندها تروح لطبيبها. ما سوف يتم او ما سوف يفعل لها هي عمليه الاشعه الصوتيه للثدي،
لمعاينة حجم الورمة في ورمات أخرى. ما هو شكل ورمة؟ ورمة حميدة، شكلها ورمة خبيثة لا قدر الله. والإشعة الماموغرام، طبعا إشعة تدير وإشعة صوتية وإشعة الماموغرام هذا تدلنا إحنا كأطباء أنت عارف إنه في دلائل ممكن تعطيك إنه هذه ورمات غير حميدة. بعدها على حسب عمر المرأة أو على حسب هيئة الورمة هذه نأتي لعملية العينة أو تشخيص الأنسجة أو الخزعة، وهذه أنا أركز عليها. في بعض الناس عندهم شوية إيمان بأنه في بعض الحين أنه عملية الخزعة مضرة جدا، وأنا دائما أقول هي الخزعة هي الأساس، هي مثلث لا يكمل أضاع المثلث إلا بوجود خزعة للتشخيص التشخيص لا قدر الله أورام الثدي. هذه الثلاث أشياء سوف هي في البداية سوف تعمل المرأة، بعدها سوف يتم تشخيصها. جميل. طيب بالنسبة للعلاج دكتور، تكلم على العلاج، يمكن العلاج أول ما يتبادر إلى أنه الاستئصال، استئصال الثدي. يمكن المرأة قد تخشى يعني عملية أنه والله أني أنا أروح وأقول الاستئصال للثدي على طول، يعني هذا ارتباط الاستئصال في عقلية الشخص أو المرأة، هل في علاجات أخرى قبل الاستئصال؟ هل في أشياء يعني ممكن تخفف هذا الخوف المبدئي عند النساء؟ إحنا ممكن نأتي بطريقة أخرى، إنه علاجات سرطان الثدي لو تم إصابة المرأة بسرطان الثدي، علاجات سرطان الثدي إحنا دائما نسميها علاجات موضعية وعلاجات كاملة للجسم، يعني أشياء تروح مع الدم لعملية سيطرة على الورم. علاجات موضعية هي اللي هي العملية الجراحية والعلاج الإشعاعي، أوكي. علاجات العامة اللي تروح للجسم اللي هي العلاج الكيماوي أو العلاج الهرموني. عملية استئصال الثدي دائما اللي يكمن في بعض الأشياء، دائما إحنا ممكن نبدأ بالكيماوي اللي عملية تصغير لتصغير الورم، عملية استئصال الورم فقط بدل ما يكون استئصال الثدي، أوكي. أو ممكن نبدأ بالعملية إذا كان حجم الثدي صغير، حجم الورم صغير. لكن دائما أنا أقول للمرضى، دائما نقول دائما للمرضى كأطباء جراحة الثدي، إحنا دائما نبحث عن الحل الآمن. جميل. إحنا نتعامل مع سرطان، دائما الحل الآمن بعده نبحث عن الحل التجميلي. جميل. فإذا كان المرأة يحتاج العملية كعملية كعلاج، فيها هو يا عملية استئصال الورمة فقط مع تنظيف الإبط أو أخذ عينة من الإبط وقت العملية، أو عملية استئصال الثدي كاملا إذا كان يحتاج هذا الشيء. العلاج الثاني هو العلاج الكيماوي. في علاج طبعا ما بعد العملية وما بعد الكيماوي، هي العلاج الإشعاعي والعلاج الهرموني. في علاج إحنا نسميه علاج الحيوي، تأخذ المريض لمدة سنوات حقن، لمدة سنة واحدة فقط حقن. إذا كان طبعا هذه كل العلاجات يحكمها نتائج العينة. العلاج الهرموني طبعا هو حبة تأخذها المريضة لمدة 5 سنوات، بعدها تتوقف عنها، سواء هي كانت دورة شهرية عندها تأخذ لها علاج معين، وإذا كانت الدورة شيء منقطع فتأخذها علاج طبعا للعلاج الهرموني. طيب دكتور، تطرقنا احنا للعلاج، يمكن جانب الرقية الشرعية مع العلاج اللي هو العلاج الموجود، العلاج التقليدي خلينا نسميه يعني أو الطبي، جانب الرقية الشرعية، النظرتين هذه من خلال مواجهتك للمرضى، من خلال يعني زيارات المرضى للعيادة، إيش السبيل الأمثل في عملية والله أنا أوفق بين النظرتين، الرقية الشرعية والعلاج اللي هو الطبي؟ أول شيء أنا دائما أقول لا يوجد شيء يتعارض مع الرقية الشرعية. جميل. هذه مهمة. حتى الإنسان الطبيعي يقي نفسه، يقرأ عن نفسه، يدعو رب، هذا شيء منتهي منه مفروغ منه. الإشكالية دائما هي عملية استبدال العلاج اللي الله خلقه، والله أسباب عملية الأخذ بالأسباب والاتجاه إلى رقية شرعية أو الاتجاه إلى العلاج الشعبي. طبعا العلاج الشعبي أو العلاج الشعبي أنا هذا منتهي منه، هذا شيء غير لا ليس له وجود. أنا أتكلم عن شيء اللي هو موجود وإحنا كلنا نعمل به اللي هو رقية شرعية. أنا دائما أقول الرقية الشرعية لا تتعالج مع العلاج، ورقية شرعية يعني ما يحتاج إنه البني آدم يسافر للشرق والغرب عشان شخص في الشرق أو الغرب يقرأ عليه. أنت ما بينك وبين ربك فاصل، أنت تقرأ على نفسك، أنت تقي نفسك، لكن الله عز وجل يقول خذ بالأسباب، أوكي، ولا تلقوا بيدكم التلقى، تعالج وعقلها وتكل، تعالج علاج الطبي اللي موجود وإحنا معروف ومثبت النفع منه، ولا بأس أنك تقع نفسك رقية شرعية. صحيح. هذه نقطة مهمة يا دكتور، يعني كثير قد يغفلها، اللي هي عملية والله أنا أخذ بالأسباب العلاج العلمي
وكذلك اللي هو العلاج الشرعي اللي هو حتى يعني يجعل الإنسان أكثر يقينا وأكثر إيمانا وأكثر توكل على الله عز وجل، وأنه بإذن الله هذا السبب الذي يعمله من علاج اللي هو الطب اللي يقدمه له أنه سيفيد في علاج مرضه. يعني كلها هي تكاملية القصة، أنه يعني تجعلها يعني إذا اتحدت تصير قوة. هو دائما أقول علاج باطني، يعني العلاج الباطني مثلا عملية الرقية الشرعية، الدعم النفسي للمريض نفسه، الرضا بما قدره الله. جميل. أوكي، وأن هذا شيء مكتوب له. جميل. هذا شيء أساسي للتشجيع المريض للأخذ بالعلاج الطبي. سبحان الله، حتى تأثر حتى الجهاز المناعي، عملية الهرمونات داخل الجسم عندما الإنسان يكون متفائل مؤمن بالقضاء والقدر، و يعني عملية بإذن الله تمثل الشفاء تكون أفضل من غيره قد يكون محبط يعني المتشائم. دكتور، في آخر دقيقة من البرنامج نصائح أو نصيحة معينة توجهها للمشاهدين؟ أول شيء أنا دائما أركز على موضوع الفحص المبكر. جميل. الفحص الذاتي. جميل. سرطان الثدي هو مرض زي أي مرض، زي الضغط، زي السكر، زي الجلطة، زي أي شيء، علاجه متوفر ويمكن الشفاء منه. جميل. الرضا بما كتبه الله هنا. جميل. والله يشافي الجميع يا رب. آمين. أنا أشكرك دكتور على هذه الإضافة الجميلة والنقاط التي ذكرت يعني في هذا البرنامج، أثريته من عدة جوانب. أشكرك على هذه الاستضافة. أنا أشكركم جزيلا على الاستضافة، وإن شاء الله نكون أدينا شيء جميل للمشاهدين. أعزائي المشاهدين، ابقوا معنا في فقرات أخرى من برنامج دوائر. أسقط وأحيت كل من تاه وحار، مجلة الأسبوع لم تنسامق، كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار. حياكم الله أعزائي المشاهدين في دائرة الغذاء، نستضيف اليوم أخصائي التغذية العلاجية محمد الأشجعي. حياك الله أستاذ محمد. أنا سعيد بلقائي معك وتواجدي معكم. الله يحفظك إن شاء الله. حبيبنا أستاذ محمد، عندنا صراحة يعني يمكن نسبة غير قليلة في المجتمع، يعني تتكلم من 28-30% من مرضى السكري، يمكن حتى ممكن ما يخلو بيت إلا وعندهم واحد في العائلة يمكن يعاني من مرض السكر. نبغى نتكلم عن يعني بشكل عام نصائح عامة لمرضى السكري من الناحية الغذائية. بالنسبة طبعا لمرضى السكري، مثل ما ذكرت أنه هذه النسبة الكبيرة الآن موجودة في مجتمع المملكة بحدود من 28-30%، وهذه نسبة كبيرة جدا، فحنا راح نعطي نصائح عامة بشكل عام لمرضى السكري ولها علاقة في التغذية. يعني نتكلم عن نصائح غذائية خاصة لمرضى السكري. أول شيء لابد من التقيد بمواعيد الوجبات، يعني الفطور، الغداء، العشاء، مهم جدا ضبط الوقت، هذا أولا. ثانيا نوعية الأكل، يعني همني أنا نوعية الأكل وكميته. يعني المريض السكري يستطيع أن يأخذ من جميع المواد الغذائية الموجودة لكن بكميات قليلة حسب ما يحتاج جسمه. يعني الحين نقول إحنا يأخذ من جميع الأصناف بشكل عام، لا يوجد شيء ممنوع. جميل. لا يوجد شيء ممنوع. جميل. لكن كل شيء له قدر، يعني كل شيء له جزء منه يستفيد منه الجسم. يعني إحنا لما ننظر إلى الهرم الغذائي أو النخل الغذائية، موزع حصص يومية لكل شخص، وكل شخص له احتياج يومي من السعرات الحرارية والطاقة، لكن كل شيء بقدر. احنا نأخذ كميات قليلة لكن نتحكم فيها ونوزعها خلال اليوم، وراح تمر معنا بعد شوي أن نبدا عام عن البرنامج الغذائي لمريض السكري. جميل. أنا ودي أتكلم عن يعني أثر التغذية على مرضى السكري، يعني فعلا الارتباط الوثيق بين الغذاء ومرضى السكر ومريض السكر، يعني ايش الارتباط هذا الوثيق؟ طبعا بالنسبه للتغذيه العلاجيه تعتبر المرحله الاولى في علاج امراض السكري. يعني اي مريض يصاب في السكر للمره الاولى، نتكلم عن النوع الثاني اللي هو الغير معتمد على الانسولين، الخطوه الاولى عند اي طبيب انه يبدا في الحميه الغذائيه. ليش؟ لانه الحميه الغذائيه معناته اني قاعد اتحكم في كميه المواد السكريه اللي تدخل الجسم، بنفس الوقت اعطي الجسم احتياجه ولا أزيد السعرات الحرارية التي تؤدي إلى الانخفاض والارتفاع اللي يصير مع المريض. جميل. فهذه يعني المشكلة الأساسية اللي يواجهها مريض السكري، خاص في البدايات، ارتفاع يؤدي إلى غيبوبة وانخفاض يؤدي إلى غيبوبة، فتجد الشخص يعاني من المشكلة هذه لعدم التحكم وانتظام برنامج الغذائي.
طيب أنا ودي أسأل إشكالية أنه والله مرضى السكري قد يشعرون بالحرمان، عندك روحات وجيات وعزايم وجلسة وقهوة بعد المغرب وكيك وفلة، طيب أحيانا هو يعني قد يعاني، لكن شلون يضبط هذه العملية خلال اليوم وخلال المناسبات الاجتماعية؟ طبعا هو بشكل عام حنا مثل ما ذكرت أنا أنه لا نحرم المريض من شيء، يعني كل شيء مسموح لك بقدر، يعني حتى قضية أكلاتنا الاجتماعية أو العادات أو المناسبات، مريض السكري يقدر يحضر المناسبات هذه حال حال أي شخص عادي، لكن يتحكم في الكميات اللي هو يتناولها. يعني الآن لما نجي للبرنامج الغذائي حق المريض السكري ما نمنع من شيء، لأنه دائما النفس كل ممنوع مرغوب، لكن حنا نأخذ الكميات القليلة بالقدر المعقول. طيب خلينا نشوفها على البرنامج اليومي، خلينا نشوفها الحين على مستوى الغذاء، يعني ممتاز، افطار غدا وعشاء. طيب احنا الان نبدا، يعني انا ذكرت نقطه قبل شوي مهمه جدا وركز عليها الان اللي هي قضيه المواعيد. انا يهمني في البدايه اني ابرمج مواعيد مريض السكري. قد يتساءل المشاهد ليش وش السبب، علشان انه لما نلاحظ احنا في رمضان مثلا الشخص اللي مريض السكري والانسان عادي في رمضان في البدايات يصير عنده مثلا لخبطه وصداع نتيجه لتغير مواعيد الأكل، لكن في يوم العيد أو ثاني يوم العيد أو ثالث يوم العيد يبدأ مثلا ما له نفس قابلية للأكل الفطور أو الغداء. ليش؟ لأن الجسم تعود تبرمج أن الأكل في وقت المغرب إلين وقت السحور وبين الفجر وما بينهم يأخذ الوجبات الخفيفة. فنفس الفكرة أنا لما أضبط مواعيد الأكل، يعني نجي مثلا مريض السكري نبدأ الفطور مثلا الساعة مثلا 7:30 صباح، المريض مثلا ممكن نبدأ طبعا وجبة أساسية عندنا اللي هو الخبز، يعني ممكن نستخدم شرائح الخبز التوست مثل ما هي الموجودة عندنا هذه. حلو. طيب ممكن يجي المريض يأخذ لنا مثلا قطعتين من شرائح التوست ثم نضع معها التوست يكون بر، التوست البر خالة البر حنا أفضل عندنا لأنه يحتوي على الألياف الغذائية. جميل. والألياف هذه مهمة جدا، لها دور كبير في تنظيم تدفق السكر للدم وإحساس الشبع، يعني الشخص اللي يأخذ حمية غنية بالألياف يحس بالشبع غير الشخص اللي ياخذ حميه عاليه في الدهون. تقول لي التدفق لايش السكر؟ تنظيم تدفق السكر للدم. اها يعني الالياف تساعد، يعني الخبز الابيض نفس الخبز الاسمر بالسعرات الحراريه. حلو. السعرات الحراريه نفسها، لكن هذه كميه السعرات الحراريه تروح للدم دفعه واحده. اها. الالياف تعمل لها زي التنظيم. جميل. لتدفقها في الدم. جميل. فناخذ مثلا شريحتين من خبز التوست، نضع فيها جبن مثلا شرائح قليل الدسم. حلو. مع مثلا كوب حليب او لبن او زبادي مثلا يكون قليل الدسم. يكون قليل الدسم. يكون قليل الدسم، طبعا احنا بشكل عام نحرص انه يكون قليل الدسم لان السعرات الحراريه الموجوده فيه تكون اقل. جميل. ثم ناخذ معها مثلا مهم جدا نبدا بالسلطات او الورقيات الخضراء مثل ما موجود عندنا. جميل. هذا يعني الان انا لما اسوي مثلا سندويش من شرائح التوست احط فيها شرائح مثلا من الورقيات او الخس او الطماطم او الخيار، الخضار اللي موجوده عندنا هذه مهمه جدا مثل ما ذكرت، الالياف وبنفس الوقت تعطينا انه الجسم حس بالشبع على اساس انه ما يكثر من كميه الاكل، وهذه احنا نحتاجها جدا. الشيء الثاني التنويع، يعني احنا ما نعتمد على الكربوهيدرات او النشويات اللي موجوده في الخبز، احنا ناخذ من الفواكه من الخضار ثم ناخذ من الفواكه الموجوده عندنا مثلا ننوع حتى ان المريض ما يشعر بالحرمان. جميل. يعني انا ما اقول له خذ موز او تفاح او برتقال، حنا ننوع، يعني ممكن اخذ اليوم برتقاله تفاح، اخذ 8 إلى 10 حبات من العنب مثلا، اخذ من الموز، والتنويع هذا يعطيني قابليه لاستمرار البرنامج. وهذه النقطه اللي ذكرت قبل شوي قضيه الحرمان، انه الشخص يحس بالحرمان، هذا احنا نبعد عن الحرمان، بالعكس احنا نفتح المجال للجميع لكن ناخذ كميات قليله. ثم ننتقل بين الفطور والغداء وجبة خفيفة، مثلا إذا قلنا أننا أفطر الساعة 7 على الساعة 10:30 أنا مهم جدا أخذ وجبة خفيفة. طيب قريب الساعة 7 إلى 10:30 يمكن عملية الإفطار عملية الحرق في الجسم تكون عالية، الميتابوليزم ممتاز. هي هذه الوجبة الخفيفة طبعا مريض السكر دائما إذا خاص المعتمد على الأنسولين. جميل. يعني شخص يأخذ أنسولين أخذها قبل الفطور، الأنسولين له ذروة نشاط. حلو. ثم ذروة النشاط هذه يقابلها الوجبة الفطور اللي احنا اخذها. حلو. الانسولين يستمر في النشاط على الساعة 10:30، اذا ما في شيء وجبة خفيفة صير عنده هبوط. هبوط فيدخل المريض بين قضية ارتفاع وقضية هبوط، هذه نقطة. النقطة الثانية اذا جلسنا من الساعة 7 الى الساعة 1:30 2 اللي هو وقت الغداء، الوقت طويل،
فالجسم يحتاج، فلما يأخذ الشخص الوجبة راح تكون عنده شبه انخفاض ثم يصير عنده ارتفاع. جميل. فدور الوجبة الخفيفة، طبعا الوجبة الخفيفة ممكن اني انا اعتبر البرتقالة هذه اعتبرها وجبة خفيفة، لان اسم وجبة ترى يروح البال على وجبة، انه لا وجبة انا اعتبر وجبة. البرتقالة هذه وجبة خفيفة، كوب العصير زي هذا مثلا انا اعتبره وجبة خفيفة، مثلا اخذ لي مثلا التفاحة هذه انا اعتبرها وجبة ايضا. كلمة وجبة دي ما تمشي مع تفاحة ومع عصير. لا تمشي ليش؟ لانه لا يعني اقصد كلمة وجبة يمكن عملية هذا اللي يعني الهدف ان نوعي الناس انه جميل. وجبة حب التفاح اخذ لي مثلا ثلاث قطع شابورة، يعني مثلا شخص موظف يقول صعب اني باخذ معي فاكهة ولا باخذ معي عصير، ممكن اخذ قطع شابورة مثلا ثلاثة تجي بكيس، هذه احنا نعتبرها وجبة. هذه عندنا مشكلة الثقافة المجتمعية احيانا يقول صعب اني اخذ تفاحة وبرتقالة، يعني ما هي بداخله عندنا، لما تجد بعض المجتمعات الاخرى عادي تفاح وبرتقاله معي في العمل. هي انا اقول احيانا يمكن القيود الاجتماعيه الواحد لابد انه يعني رايه في الموضوع هذا. فعشان كذا احنا مثلا نقول جيب لنا مثلا كيس شابوره. جميل. ممكن يعني وهذه معلومه يحتاجها مرض السكر، انه يرى انه التمر هذا عنده عدو لدود، وما هو صحيح. يعني انت مريض سكر ممكن تاخذ ثلاث حبات تمر، نعتبرها وجبه خفيفه، يعني ثلاث حبات تمر تعادل حبه الفاكهه السعرات الحرارية. جميل. فمهم جدا ان ناخذ الوجبة الخفيفة هذه علشان نعمل من قضية انخفاض والارتفاع اللي تجينا لين الغداء. وصلنا الغداء. نجي الغداء. طبعا اول ما نبدا بالغداء طبعا نبدا بصحن السلطة، يعني عندنا الورقيات هذه مثلا. جميل. الطماطم والخيار والجزر. شكل الطماطم مغري ودي اكلها. خلها بعد البرنامج. بعد عندنا مثلا خيار، ناخذ من شرايح طماطم خيار مع ورقيات خضراء. هذه نبدا فيها الاكل. حلو. ليش نبدأ احنا دائما بالسلطة؟ أول شيء لأنها مثل ما قلنا ألياف، فكل ما أكلت من الألياف هذه تشعر بالشبع. تشعر بالشبع. وشيء ثاني قيمتها الغذائية عالية. قيمتها الغذائية عالية، وتعتبر المريض السكري زي العلاج، شيء مهم جدا للمريض السكري. جميل. أخذنا احنا مثلا بدينا بصحن السلطة مثلا. طبعا المريض السكري ممكن ياخذ من الدجاج، ياخذ رز، ياخذ دجاج مشوي طبعا منزوع الجلد. الدجاج يكون مسلوق او مشوي، منزوع الجلد قبل الطبخ. اها جميل. ليش؟ لانه اثناء الطبخ الدهون تشبع بالدهون. جميل. الموجوده في الجلد تشبع فيها، فلما يجي ياكلها يكون اصلا قطع الدجاج مشبعه بالدهون. هذه نقطه مهمه. فنزيل الجلد قبل الطبخ، والشحم من اللحم يزال قبل الطبخ. نجي مثلا احنا بنذكر طبعا البرنامج العام المريض مثل ما ذكرنا الفطور، نجي للغداء ياخذ مثلا ربع الدجاجه. حلو. يكون مثلا الصدر مسلوق او مشوي منزوع الجلد قبل الطبخ. ياخذ رز بحدود من 8 الى 10 الى 12 ملعقه رز. جميل. ياخذ له مثلا علبه زبادي مثل ما موجود عندنا هنا. ياخذ مثلا اذا ياخذ خبز ممكن ياخذ له شريحه من الخبز، سواء الخبز التوست او الخبز الشرايح مثلا الصغير حجم الصغير. ياخذ لبن ممكن، لبن او حليب قليل الدسم. جميل. ياخذ مجموعه من الاصناف، هي مجموعها راح يحس بالشبع لكن كميات قليله. حلو. وهذا احنا اللي نطمح له، انه المريض ياخذ كميات قليله حتى يستفيد منها الجسم. ياخذ ايضا مهم جدا الفاكهه، يعني احنا ذكرنا الخضار، عندنا الفاكهه برضو، يعني ياخذ له مثلا حبه تفاح، مثلا حبه كيوي مثلا زي ما موجود عندنا هنا، ثمان حبات عنب، كل هذه برضو تعطيني تنويع في الوجبه، ياخذ الشخص احتياجه كامل وبنفس الوقت ما اهملنا عنصر من العناصر الغذائيه اللي يحتاجها الجسم. طيب العشاء، وقت العشاء. طيب بين الغداء والعشاء احنا الان في فتره طويله. فتره طويله، مثل قلنا تغدى الساعه 1:30 والعشاء مثلا الساعه 8:30 او 9، الوقت هذا نفس الفكره الجسم يحتاج. جميل. وخاصه اللي يتعامل مع الانسولين. فنجي مثلا بين الساعه 1:30 او 2 الى الساعه 9 مثلا، على الساعه 5 مثلا، او بعد مثلا 5:30، يعني نقسم الوقت بالنص تقريبا. ناخذ لنا مثلا ثلاث حبات تمر. في معلومة جدا مفيدة، وهذه يعني ثقافتنا في أكل التمر، حنا ما نعرف ناكل التمر. يعني شلون؟ استغربت. نبلع بالفصم يعني بالعبس حقه. ونفس السؤال هذا قيل لي في محاضرة لقيتها على مجموعة من كبار السن اللي عانوا من داء السكر، قالوا لي حنا ناكله بالفصم. صحيح والله، ترى قيلها نمزح. اي لا، سألوا نفس السؤال. حنا يا جماعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهز سرية جراب تمر، سرية، ونصيب الشخص الواحد يكون تمرة في اليوم. جميل. فكيف تمرة تشبع شخص يوم كامل؟ التمر
وأنا بعطيكم الطريقة هذه وجربوها وصدقوني أن راح تلقون الأثر. حتى لما من السنة أصلا أن نفطر على التمر، الناس تفطر ثم تجي ما حست بالشبع، لكن كيف نأكل التمر؟ نقسم التمرة ثنتين طيب، ونمضغ التمرة، لا تشرب بعدها القهوة أو الحليب، اترك التمرة حتى تذوب. هذه السكريات سريعة الهضم، سكريات أحادية، أحادية تبدأ امتصاصها، يبدأ الهضم الجزئي بالفم. جميل. فلما نترك التمرة نمضغها لين تذوب، ثم تبلعها، ثم تشرب قهوة إذا كنت تشرب قهوة، ثم الثاني، النص الثاني، ثم بعده، ما توصل الثالثة إلا أنك تحس أنك أكلت وجبة. لكن حنا التمرة ناكلها زي ما هي على طول، تبلعها، تبلعها. ما استفعمت بقيمة التمر، ما بدأ الهضم الجزئي للتمر، ما استفاد الجسم، ما وصلت الطاقة السريعة حلو للجسم أو السكريات السريعة للجسم من هذه القيمة الغذائية، نتيجة أنها أخذناها كاملة. جميل. نجي عشان للعشاء. الوقت بس حبيبنا، نجي للعشاء. العشاء دائما بشكل عام لمريض السكري، إما أنه يكون خفيف زي الفطور زي ما ذكرنا، مثلا سندويش مثلا وزبادي وجبن ومثلا عصير وصحن سلطة، أو إذا كان لحم ودجاج وسمك ورز يكون أقل من كمية الغداء، بس أنه يحرص على احتواء على كافة الأنواع الغذائية. مهم جدا الفاكهة والسلطة، ومثل ما قلنا نقلل الكمية. أيضا قبل النوم الأشخاص، خاصة الأشخاص اللي على الأنسولين، قبل النوم يأخذ له مثلا علبة حليب أو لبن أو زبادي، أو مثلا يأخذ له شريحة خبز بر. سؤالك مهم ليش؟ لأنه عشان ما يصير مع انخفاض قبيل الفجر. أها. كثير مرضى السكر يقول كان يصير انخفاض آخر الليل، يشحن البطارية، فيعطي طاقة للجسم لين يوصل الفجر. بنفس بالطريقة هذه إذا مشى على ما قلنا الوجبات الخفيفة والمتنوعة، يصير السكر عنده على مستوى واحد. حلو. يسلم من قضية الارتفاع والانخفاض والهبوط. هذا اللي يعاني منه أغلب يمكن بعض. هذه مشكلة كثيرة يعني بعض الناس السكري. وعلاجها بسيط، وجبة خفيفة قبل النوم. انتظام توزيع وجبات قبل النوم، بين الوجبات ناخذ وجباتنا الخفيفة، هذه يعني تعمل لك نوع من الاتزان، تسوي لك اتزان وتوازن في الحالة الخاصة لمريض السكر. أشكرك أخوي محمد، ما قصرت صراحة، يعني معلومات لمرضى السكر يمكن يعني كان فيها كثير من التفصيل لكنها كانت فعلا مفيدة. أعزائي المشاهدين ابقوا معنا في فقرة أخرى من برنامج دوائر. كل من تاه وحار، مجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار. كشفت الدراسات المخبرية قدرة البازلاء بفضل الله تعالى على الحد من أمراض الكلى المزمنة، وقد زادت من نشاط الكلى إلى نحو 30%. وبيّنت الدراسة أن البازلاء تحتوي على نسب مرتفعة من فيتامين كاف تصل إلى 51%، ويساهم هذا الفيتامين في عملية تخثر الدم الضرورية لوقف النزيف، وله دور مهم في تنشيط الكالسين، وهو البروتين الذي يسمح بتثبيت الكالسيوم في العظام، كما أنه يعد المسؤول الأول عن تكوين الأغشية الخلوية وخاصة في الدماغ. وقد بيّنت الدراسات والأبحاث العلمية أن فيتامين كاف الموجود بنسبة عالية في البازلاء يقلل أيضا من مضاعفات خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية، وذلك بسبب قدرته على التقليل من مستويات ضغط الدم المرتفع بنسبة 20%، مما يجعل البازلاء غذاء جيدا ومفيدا للدماغ والقلب. والبازلاء غنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة الأخرى التي تصل إلى 12 عنصرا غذائيا نحتاجها بشكل يومي، ويشكل المنغنيز ثاني أكبر تلك العناصر، حيث تصل نسبته في البازلاء إلى 41%، وهو يساعد على امتصاص المواد الغذائية ويحافظ على صحة الخلايا والأعصاب، ويلعب دورا حيويا في العمليات الفسيولوجية للجسم. وتساعد البازلاء في حماية العين من الإصابة بتدهور الرؤية المرتبطة بتقدم العمر كمرض الضمور البقعي وإعتام عدسة العين، وذلك لاحتوائها على نسبة جيدة من فيتامين ألف. والبازلاء كغيرها من البقوليات غنية بالبروتينات والألياف الغذائية، لكنها أكثر منها احتواء على فيتامين جيم الذي يساعد على دفع جهاز المناعة في الجسم. والبازلاء تفيد في الحفاظ على مستويات السكر والكوليسترول الضار في الدم،
وتفيد الدراسات أن تناول البازلاء يساعد في تحسن الصحة بشكل مباشر، وهي من المغذيات التي تعطي الجسم فوائد صحية بعيدة المدى. كل من تاه وحار فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار لسعينا للحل نغلب همنا. إلى هنا أعزائي المشاهدين تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى أن نكون قدمنا لكم المفيد والجديد، كونوا على الموعد في الأسبوع القادم. دوائر أروت فؤاد الباحثين أسقط وأحيت كل من تاه وحار فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار سعيدة للحل نغلب همنا سعيد لفانا لو جاء استشار أيامنا أحلامنا طفت بها وتحقق المقصود من بعد الحوار هيا بنا مدت يدانا نحوكم فدوائر الأسبوع تؤتينا مسار فدوائر الأسبوع تؤتينا مسار.